السلام عليكم، كنتمنى اموركم بخير وعلى خير. فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديالنا اليوم عباره عن فلون اللي كيدخل الفران وكيطيب فيه. بما انه رمضان كنبغيو السحور، كنبغيو شي حاجه خفيفه في السحور، فرسائين انا اليوم غنديروا فلون بالكراميل اللي مكونه ديالو جدا بسيطه. كتبقى غير الطريقه ديالو كيفاش كتصوب، غنشوفوها اليوم ان شاء الله. اذا غنبداو اول حاجه بالمكونات ديال الكراميل. عندي هنايا السكر، صينيه البيض وشويه ديال الماء باش غنفزقوا السكر. عندي لاكسخي دو فاني، عندي 50 غرام ديال السكر صينيه. انا استعملت السكر، ممكن تستعملوا السكر البيض عادي. عندي ثلاثه البيضات، عندي سطر ديال الحليب من الاحسن يكون كامل الدسم، وعندي قبيصه ديال الملح. اذا اول حاجه غنبداو بها هي الكراميل. غناخذ شويه ديال السكر، ناخذ شويه ديال الماء غير باش نفزك السكر، كنحاول اني ما نحركوش بالمعلقه في هذه المرحله باش ما يتسكرش ليا ويتخيصريزا. كنبقى نحركو غير بحال ما هكذا على مدى السكر، ومن بعد غير تبخر لينا الماء وغير رجع كراميل. كنبقى معاه بشويه بشويه غير كنحركو بحال ما هكذا، ما نلعبوش فيه بزاف. ملي يبان لينا من واحد الجهه بدا كيتكراميليزا، كنبقى نحركو واحد شويه باش ياخذ كله لون واحد، ونردو معاه البال باش ما يتحرقش، حيت الا تحرق غيمرر لينا ويخسر لينا الكو كامل. اذا بعد ما تكراميز لينا السكر كنخويو غير شويه لتحت، هالا كل وحده هالا فوالا. من بعد ما خويت فيه الكراميل غنخليه دابا نخليه يبردو ونوجدو الخليط ديال الفلون. اذا اول حاجه كنديرو الحليب يسخن، كنحاولوا اننا ما نفيضوش الحليب، خصو غير يسخن ما يوصلش للمرحله ديال الغليان. في الوقت اللي كيسخن فيه الحليب غنخلطوا البيض ديالنا، غنخلطوا البيض هنا ثلاثه البيضات، غنزيدوا السكر سنيده وغنزيدوا قبيصه ديال الملح باش كنعدلوا الذوق. كنخلط هادشي مزيان وعيني على الحليب. الحليب ضروري ما خصوش يفيد، خصو غير يسخن. اذا بعد ما سخن الحليب ديالي غنخويه هنا باش نقدر نتحكم فيه وانا كنفرغه. وكنبدا نخويه وانا كنضرب، ما نخويش مره واحده سينو غيطيب ليا غيطيب لي البيض ولي عندي اومليت هنا. فوالا بعد ما خويت الحليب دابا غنزيد شويه ديال لاكسخي دو فاني. لا عندنا السكر الفاني ممكن نستعملوه،
الى عندنا العود ديال الفاني يكون احسن. نخلط مزيان. ضروري انا نصفي باش الا كانت شي حاجه كتحيد في الصفايه باش الفلون ديالنا يكون سموت ما يكون فيه حتى شي حاجه. وغنعاود نصفيه مره ثانيه. وي المره بغيت ندوقو عندك باش تنفعك في الفضيحه. خليك خليك شايف قبل الحذف. اذا بعد ما صفيناه المره الثانيه هذا الرغوه كنحيدوه ما نخليوهاش. كنخوي الخليط ديالي لي غانكا بعد ما كملت الخليط ديالي كناخد كنغطيهم بهذا الشكل. اذا كنقلوهم في الطبق اللي غندخلوه يطيب في الفران لانه ما غيطيبو في باماغي. وفي المول اللي كندخلوه يطيب في الفران كنديرو ورق نشاف لانه في الوقت اللي كون كيغلي الماء في الفران يقدروا المولات يتحركوا ويقدروا يتخواو لينا. فهاد الورق نشاف كيقبضهم لينا. كنخويو المغليان تقريبا النص ديالهم. ندخلو الفران اللي سبق ليا وشعلت على درجه حراره 180 من 35 حتى 40 دقيقه ونتلاقاو من بعد. بعد ما كتكمل المده كنخرجو من الفران. اوبس ما ديروش بحالي خدو شي حاجه وحطو بها. كنعريهم بهذا الشكل كيف ما كنلاحظوا انه باقي كيتحرك من الداخل. هذا هو الشكل هذه لا تيكستور اللي كنبغيوها. ما كنقيسوش فيه دابا كنخليوه حتى يبرد عاد باش كندخلوه للثلاجه. كيبقى من 3 سوايع حتى 4 سوايع. واحسن حاجه احسن حاجه انه يبات وما كنخدموا به حتى الغد ليه. فبالنسبه لينا للسحور فوق ديال السحور ملي كنفيقوا كناخذوا كنخليوه يبرد ونتلاقاو من بعد. اذا بعد ما بردوا تماما كيف ما كتشوفوا كناخذوا السكين ولا شي حاجه تكون رقيقه كندوزوها على الجناب بهذا الشكل. بعد ما كندوزو كناخذوا طبسيط ديال التقديم كنقلبوه وكنديوه نجيبوه فحال هكا حتى كنسمعوه طاح. راه هذا هو الشكل ديالو كيف شفتو كيفاش باقي كيتحرك ولكن شاد فراسو. غنكمل العمليه بالنسبه لي غامكان كامل ونتلاقاو من بعد. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الفلون ديالنا ديال اليوم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وانكم تجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ونتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله.